السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا متابعين قناتي يارب رب تكونوا بخير وفي أفضل حال مكملين مع بعض سلسلة التعرف على المواد الخام الخاصة بتصنيع منتجات العناية بالشعر والبشرة النهارده حلقه رقم سبعة 37 هنتكلم عن الماده الحافظه في نونيب الحلقه اللي فاتت كانت عن الفينوكسي ايثانول حلقه رقم ستة 36 هتلاقوها موجوده في القناه واللينك بتاع البلاي ليست اللي فيه كل حلقات الخامات بيبقى موجود دايما في صندوق الوصف ارجعوا شوفوا الخامات دي لان هي فعلا اساسيه معانا وما ينفعش نبتدي شغلنا وتركيباتنا العمليه بقى ونعمل وصفاتنا الا بعد ما نعرف الخامات هي ايه واستخداماتها وكل ما يتعلق بها تعالوا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم عن مادة الفينو نيب مادة حافظة واسعة النطاق للشامبو واللوشن والكريم يمكن استخدامه كبديل للاوبتفين الأوبتيفين بيستخدم بشكل رائع كمقشر للجسم هو محلول شفاف يمتزج جيدا خلال عملية تصنيع اللوشن رائع كمان للمحاليل المائية الاستخدام الموصي به النسب بتاعته بتبقى من 3 من 10% ل 1% قابل للذوبان في الزيت يمكن استخدامه في المستحلبات والتركيبات اللامائية لا يسبب تهيج الجلد والعين والأغشية المخاطية عند التركيزات العادية للاستخدام ومجموعة من المواد الحافظة وليست مادة واحدة ذات طيف واسع بتستخدم في الكريمات واللوشنات والصابونيات والمقشرات والصابون السائل بتتحمل درجات حرارة عالية ممكن نحطها في تركيبة درجة حرارتها عالية الفينونيب هي مادة حافظة بتنفع في العديد من الاستخدامات إنه سائل شفاف ومعدلات الاستخدام زي ما قلنا إن هي بتتراوح بين 3 من عشرة في 1% في حسب الوزن صممت هذه المادة الحافظة مع وضع مستحضرات التجميل في الحسبان وهي فعالة بشكل خاص عند استخدامها مع المنتجات ذات الأساس الزيتي ولكنها تعمل بشكل جيد جدا أيضا في المحاليل المائية حتى معدل استخدام بيصل لخمسة من عشرة في المائة اخر صفحة معنا ان هي كمان بيمكن ان تتحمل فينونيب ايضا درجات حرارة اعلى من العديد من المواد الحافظة الاخرى وبتظل محافظة على فعاليتها المواد الحافظة دايما بنلاقي ان هي بتتحط عند درجة حرارة معينة ولكن مادة الفينونيب هي المادة الوحيدة اللي احنا ممكن نحطها في المنتج وهو سخن او درجة حرارته عالية لان هو بيتحملها وكمان بيظل محافظ على الفعالية بتاعته بيفضل الفعالية شغالة وبيدي النتيجة المرغوب منها اللي هي حفظ المادة أو المنتج بتاعنا أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم معايا ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير للفيديو ما تنسوش سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد وإن شاء الله الحلقة الجاية هتكون حلقة رقم 38 هنتكلم عن البيكرول WS1 ونعرف إيه هو طبعا يارب تكون فيديوهاتي بتعجبكم لو عندكم كومنت باي ماده خام حابين ان انا اتكلم عنها اكتبوه وان شاء الله اعمل لكم حلقه بيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته